تنتهي في الطرف الايمن عند ناكاتومو. كوفاتسيت تمريره ممتازه. هي 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 كرة الانتصار، هي كرة الفانتاتشو، هي الكرة اللي بحث عنها النيراتسوري. الوتو بين بالاسيو ناكاتومو والكرة تستقر في المرمى في نهاية المطاف. واخيرا يسجل ليتر. دخول بالاسي مهم والاهم تواجد إيكاردي. إيكاردي سجل ثاني اهداف هذا الموسم. الهدف الاول كان في شباك الفريق المفضل ليه هو اليوفي، والثاني الان في مرمى كاليري امامنا لعاده مره اخرى. ناكاتومو يمرر وماورو إيكاردي سجل والنتيجه تتغير بهدف ارجنتيني. الانتر ياخذ الاسبقيه. شوفوا الاعاده من جديد. البيلو سكامبيو التبادل الجميل بين بالاسيو ناكاتومو. فيشلان ناينغولان 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 يمرر. مباراة تنشط في اخر لحظاتها. هدف فريق الانتر جعل اللقاء ينشط. تسديدة رائعة والكرة مباغتة يا ناينغولان. الباريتشو لكاليري. كاليري يرفض الخسارة وكذلك لوبيز. كرة تغالط الحارس ساندانوفيتش وتعلن عن تعادل كاليري في الوقت اللي توقعت فيه ان الانتر في طريق مفتوحة ليفوز. ناينغولان يقول لا. ناينغولان المرشح لارتداء قميص الانتر في الانتقالات الشتوية. صحيح ينافس الانتر اليوفي. ناينغولان في كرة صوبها اتغيرت. غلطت الحارس هاندانوفيتش. لمست احد لاعبي الانتر واستقرت في المرمى لتعلن عن كرة التعادل.